السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بس كان عندي يا شيخ سؤال كده يا شيخ، او سؤالين كنت عاوز اسال يا شيخ. في حكم ان واحد مثلا كان دفع فلوس في اللعبه اللي هي بابجي دي، تمام، ينفع الواحد يبيع الحساب ده بنفس السعر مثلا اللي هو اشترى بيه الفلوس والله ولا؟ يعني الخبائث لا تباع ولا تورث، المحرمات لا تباع ولا تورث، بارك الله فيك. يعني ما بيعوش يعني؟ لا خلاص، هتضر غيرك. ألست ستضر غيرك؟ ألست إيه؟ ستضر غيرك؟ صح، خلاص لا تضر الناس، احتسب الأجر عند الله.